السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع ميدية اللي نقف على الاشغال تاع المستشفى مكافحه السرطان اللي يقع ببلديه وزرة هنا، وهنا نلاحظ مدينه تاع الميدية ونشوف البعد نتاع حوالي البعد ما بين بلديه وزرة والمركز الولايه حوالي 9 كيلومترات. اذا هنا في البلديه تاع وزره نقف على الاشغال نتاع المستشفى مكافحه السرطان لولايه الميدية. اذا وهذا هو هنايا نشوفوا الورشه نتاع الاشغال نتاع المستشفى نتاع مكافحه السرطان لولايه الميدية اللي يقع في بلديه وزره كما قلنا. الصور تعود الى 24/4/2023، يعني حوالي شهر. اذا هذا هو المركز وهذه هي الاشغال، وسوف مباشره من بعد الانتهاء العرض هذا تاع جوجل نشاهد الصور نتاع الاشغال هذه، وكذلك فيديو على اخر جوله لوزير الصحه في هذا المنشاه، والزيارة تعود إلى الأسبوع الماضي هذا. إذا بدون إطالة خليكم مع الصور والسلام عليكم. هاي الوزير هذا هما اللي كادوا لي كنا شفناهم في الماركات من ا بي سي ودي هذه لاباس تي انفي يعني ما فيش كي اكيديسمون سبيسيال على جال لي ماتيال راديو اكتيف. نعم انا نبدا نخدم برك ليزيكيب من برك نوجدو ليزيكيب تاعهم على عام كاين الشهر تاعهم هم دروك انا قلنا مدير تاع الشهر هذا عندنا الجوان جي يكون ماشي ان شاء الله ليزيكيب تاعهم هذا كان جاتني كيما هذا.